القبائل يخرجون للشارع لمقاطعة الانتخاب. هذوك هما الرجال، القبائل هما الرجال. علاش حنا كنقول لك حنا مع القبائل ان شاء الله يشدوا الاستقلال ديالهم؟ هما اللي عارفين اش وقع في الجزائر يا اخو، ماشي بصبع الازرق ولا هذوك اللي جابوهم عسكر ودخلوهم سيفي لانهم يصوتوا باش يبانوا راهم عدد كبير. القبائل قالوا اليوم لا، لن ينطوي علينا السحر، ياك شلكي، لن ينطوي علينا السحر مره اخرى، نطالب بمدنية ليست عسكرية. والقبائل اصلا كيطلبوا هما بالاستقلال ديالهم، هما دولة مستقلة، علاش نصوتنا على الجزائر وانا الدولة ديال خصنا نصوتنا على الرئيس ديال القبائل؟ اجي نشوفوا هادشي كامل على بركة الله. اول فيديو الله الا قواو عليهم هاد القبائل، قواو على الكراغله. وباش فكروا زعما، علاش فكروا انهم يفكرون في القضيه ديال النيران المشتعله في الغابات؟ لانهم شافوا غادي يقواو عليهم، شعلوا اليوم العافيه. الناس قالوا لك جزائري المواطنين قالوا لك ودي شفنا هليكوبتر دايز فوق الغابه وكتلقى واحد الكرتوشات. شوف الاخوال ديال الكبرانات، وشعلوا لهم العافيه في الغابه وما تعطلوا يجي وما عرفوش كذا، وعطاو التيويات للبومبيه يطفي. واش غادي يطفيك البومبيه بالتيو ديالو؟ غابه فيها كيلومترات، حرقوا لهم الغابات. القبائل شدوا الارض ولاو كيطلبوا سله بلعن. هذا هي الخطه ديالهم. دوزوا لفيديو اخر. والله ما نفوطي، والله ما نفوطي، حراقة في البوطي، في الباطو زعما الحراقة راه غادي يحرقوا. قال لي ما نصوتش. ودي راه ماشي مو في بركة الإخوان، شوفوا وجههم. ماشي مو في بركة بس. دوزوا الفيديو آخر. الآن يا أخي العزيز، المظلومين منه الرئيس عبد المجيد تبول، الآن مستغل القضية الفلسطينية حاطة في المحك. كل ما يتكلم الآن في أي محفل دولي بتكلم بقول لك قضية فلسطين والصحراء الغربية، قضية فلسطين والصحراء، قضية فلسطين والصحراء. ليش لو سمعت، ليش الآن يعني الآن ليش الآن تخلط الآن القضيتين في قضية واحدة؟ أنت كفلسطين الآن هل تطلب من الرئيس عبد المجيد تبون يسكت ولا يتكلم عن فلسطين مرة أخرى؟ ما تكلم، لا ما تكلمتش، احنا بدنا فعل. انا بقول لك الان طلعك معي في المنصه، احنا بدنا الفعل. والذي نفعله الان في مجلس الامن، الذي نفعله الان في مجلس الامن طالبت باطلاق بوقف اطلاق النار، ردوا على كلامك، ما ردوش على كلامك بالمره صراحه. لم يطلع من العالم كله. هل تعلم بانه نتنياهو الان محكمه العالم؟ منك انت ما استفدتش منك بالمره، يعني تكلمت ولا ما تكلمتش ما استفدتش منك بصراحه. نوع من انواع تلميع صوتك الان قدام الشعب الجزائري. عاقوا بهم الفلسطينيين، عاقوا بهم. يا رجل هذه القرارات صادره عن مجلس الامن، القرارات صادره عن مجلس الامن حتى في حال عدم تنفيذها فهي وين الدوله القويه والشكور افريقيا والدوله العظيمه والتسوسنك والسوانسنك والطائرات العابرات للقارات والصواريخ بعيده الامدى والسلاح الصيني والسلاح الروسي والسلاح الهندي واسمع وين يا ارحمك يا ابو النيف الله يرضى عليك. اعترف انت الان، قول احنا اعترف الان بام لسانك، اعترف. لا انت، انا طالبك الان انا طالب الان رئيس دوله الجزائر الاعتذار صراحه، لانه هذا بحط وجه الان لاعتذار للدوله الفلسطينيه، لازم يعتذر هو. لماذا يعتذر؟ لانك انت الان بتعتذر حمله انتخابيه حاط فيها دماء الشهداء. قلت لك الجانب الايراني، ايران اغتيل فيها اسماعيل هنيه في داخلها اهانه كبيره لايران، ايران اللي عندها قوه عسكريه كبرى، ايران اللي عندها قوه عسكريه كبرى ردت، ارادت ان ترد على العدوان
والله إلا زيروا الفلسطيني مع الحيط بالله يملقى ما يقول. دوزوا الفيديو آخر. ايه ما تخافوش رانا هنا للجزائر باش نحموها. الامانه راهي بين يدينا، امانتكم راهي ما بين يدينا وما تخافوش. وتحيا الجزائر. لا تقلق ايها الجزائري الفقير، لا تقلق. كتبوا لي انا، قالوا لي الامانه راه بين رجلي. ايه ما تخافوش رانا هنا للجزائر باش نحموها. بل يا غادي تحيدوا الميم. امانه راهي بين يدينا، امانتكم راهي ما بين يدينا وما تخافوش. وتحيا الجزائر. لا ما تخافوش، لا تقلق لا تقلق. دوزوا الفيديو اخر. الحرقه غادي تولي عند قريب، واللي من اوروبا ترجع للجزائر. من اوروبا ماشي انت ترجع، شوف الشعر الاصفر جاي من اوروبا جاي للجزائر يحوز على خدمه. اول مره بداو قالك عن قريب، قالك تشوف الشعر الشعر الصفر، قالك يجي حارق من اوروبا باش يخد الجزائر. واخا كتشعل العافيه في اوروبا، واخا البركان يطلع في اوروبا ما يجيوش للجزائر. الجزائر كثر من العافيه كثر من البركان. الحرقه غادي تولي عند قريب، واللي من اوروبا ترجع للجزائر. من اوروبا ماشي انت ترجع، شوف الشعر الصفر جاي من اوروبا جاي للجزائر يحوز على خدمه. يحوس على خدمة كده. وهوالا دوز الفيديو آخر. تعاود دوز الفيديو آخر. عمي تبون المهم اليوم قاعد ستخوت مر على جالك. قاسما بالله ما صرت في تاريخ الجزائر الأغلبية، أنا عمري ما شفت جزائريين فوطوا باللايك. فرحت سبحان الله، والله لا فرحت لبلادي وفرحت لولاد بلادي الناس الواعية. دروك نقولوا عندنا نقائص وعندنا بزاف صوالح بصح باش مشكون مني ومنك. عمي تبون انا باغي نها عسكريه 5 سنين. دبر راسك، باغي نها عسكريه، باغي نعسكر في الادارات، باغي تخلينا نصوروا في الادارات في الكوميساريات في البلديات في الولايات. هكا يبدا صناعه الراي العام، هكا نتربوا. عمي تبون شرطه الكترونيه تغاول مثلي، انا قريب ندير القانونيه تزاوج. هكا سب انت تهضر انا نهضر، ما يعقدوكش يقول لك بلاد راحت وما عندك ما تغير. لا هادو ما يعقدوا فيك، هادو نفسهم لما يهرسوا في البلاد يقول لك يقول البلاد راحت وما عندك ما تغير. لا نغيروا لصالح الجيل هذا اللي راه طالع، وفي سبيل الله ربي قال ان تنصروا الله ينصرك. خلونا نجرب. عمي تبون عسكريه شرطه الالكترونيه صح مفروغ من هذيك، لازم تخدم اج 24 الشعب راه شوماج داخل الناس تخدم برا. طالبوا بشرطة الآداب، تبنوا معايا الفكرة تاع شرطة الآداب خوتي، تبنوا معنا الفكرة تاع شرطة الآداب. يا والله إلا نعمة لينا وليكم. يا عمي البياري راهي عسل موتو موتو مسكين، حياته هو ياكل ويشرب ويتريني، غتلقى روحي عسل موتو موتو بسبتنا، بقى 20,000 واحد يتفرج عليه. لازم هذاك البياري يقلع له بلاكا كتب لها شرطة الآداب والمطرق. مبروك عمي، ألف ألف مبروك. ألف مبروك. هما الذي يخليو الجزائر في الارض ناعسه في الارض مجبده، هما الحركه ابو صبع الزرق كيعتز انه بغى يخلي عبمي. ايوا خلي عبمي تبو، نزيدو الطوابير طولوا الطوابير. لا حول ولا قوه الا بالله. دوزو الفيديو اخر. نمشي وما كيعرفش يمشي، هادي سير لكم سير بلاد شي مشيه ديالو. رجل هنا رجل هنا، صح الرئيس عودة ثانية إن شاء الله. ربي يوفق إن شاء الله. الله يحفظك. ربي يحفظك. تحية الجزائر. تحية الجزائر. شموخ جبل عنتر والجرجولة والأوراس. إن شاء الله إن شاء الله. تحية عميروش، تحية السي الحواس. الله يحفظك عمي عم نجد. ربي يحفظك. ربي يحفظك. اقسم بالله هادو اللي كيهضروا الى المخابرات ولا العسكر ولا جابوهم هما باش يهضروا. اقسم انا كنحلف، انا كنحلف اقسم بالله الا جابوهم باش يهضروا. اقسم بالله ما مواطنين عاديين، هاني كنحلف انا وعارف اش كنقول. اقسم بالله الا جابوهم يهضروا مبلانين هادشي، والكاميرات موجودين باش يصوروا هاد اللقطه بلا راه الشعب عاجبو، الشعب معاه والشعب كيدعمو والشعب كدا، ووقف باش يسمعهم. عمي تبون راه نهار نهار البرتقال راه ضربوك بالطماطم الله يهديك بالمطيجه. انت شوف مو فبرك هادشي مبلانين. وها وصل ياو داك كيعطل باش يوقف باش يدخل. هاو دا طار وقف عوده ثانيه ان شاء الله. ربي يوفق ان شاء الله.
يحفظك ربي يحفظك. تحيه الجزائر. شموخ جبل عنتر والجرجوره والاوراس ان شاء الله ان شاء الله. تحيه عميروش. تحيه السي الحواس. الحواس وكذا شكون سميت الكاميرا ندب شكون اللي عارفهم الله الا هادشي مبرك مواطن تقول لي تحيه لفلان وفلان يهديكم ربي يا هذا بو صبع الازرق الله يحفظك عمي عبد المجيد ربي يحفظك ربي يحفظك صافي راه كملت المهم تزول الفيديو اخر كريم عمار إذا نلحظ في هذه الأثناء توافد كبير ومتزايد للمواطنين الكرام طبعا من أجل الإجلاء بصوتهم. قبل فقط أن نمر للمواطنين زميلتي أمينة شو الكذوب شو الفبركة شو كيفاش كيضحكوا على الجزائريين قالت لي أنا في مقر التصويت هما الناس كيصوتوا أجي نهضروا معنا هي في مكتب قاس السيد مربعي يديه. أذكر أن الهيئة الناخبة بلغت هنا على مستوى بلدية ابن بديس 17483 ناخب وناخبة، عدد المراكز 6 مراكز وعدد مكاتب التصويت 37 مكتب. وإذا سمحتي نذكر بنسبة المشاركة أمينة، نسبة المشاركة بلغت إلى غاية الساعة 11 صباحا هنا على مستوى بلدية ابن بديس 6.15% في انتظار أن أوافيكم كذلك بنسبة التصويت على مستوى بلدية عين عبيد. إذا شباب بلفت نظري يعني نظري والصور يعني الأولى اللي رصدتها هنا على مستوى بلدية ابن بديس مشرفة جدا بإقبال الشباب على الإدلاء بأصواتهم. فين الشباب انت جالسه في مكتب كتشوفي في الحيط شاد الفبركه شاد الضحك على الدقوج شاد العابات واش نتوما مازال انت عاد باغي تقنعوا الناس بالله ولا تقولوا للعالم بالله راه الناس جايين يصوتوا راه عجبهم الحال هديكم ربي يا هاد الكراغله. اخوان وصلنا لاخر هذا الفيديو تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للكراغله ديما مغرب من طنجه الى الكويره. السلام عليكم.